تعالى في هذه الآية يقول: وأنكحوا الأيام منكم كلما وجدتم شابا لا زوجة له. مو شاب، حتى إذا شيخ، حتى إذا واحد كبير في العمر ماتت زوجته. وأنكحوا الأيام منكم، إذا شفت رجل لا زوجة له، المجتمع موظف أن يزوج هذا الرجل. إذا رأيتم امرأة لا زوج لها، مطلقة، أرملة، المجتمع موظف أن يزوج هذه المرأة. وأنكحوا الأيام منكم،